اعلى وهكذا. بعد كده الايتم تشينجز نتكلم عن الايجز اوف ليجن. الايجز اوف ليجن كان اذا فاكرين يا شباب كان يعطي اورا ماجيك ريزيست لكل التيم، شالوها نهائيا. يبغوا يسووا يبغوا يخلوا السبورتس طبعا هي الفكره في كل التشينجز حقت الايتمز حقت السبورتس اللي سووها ريوت في حاليا، انه يبغوا السبورتس يقدروا يختاروا ما بين تشعبات مختلفه، ما يبغوا كل السبورتس يبنوا نفس الايتم كل مره. اذا كنت تانك ابني ليجز اوف ايجنز، اذا كنت ميج ابني اردت سنسر، ما يبغوا زي كذا. يبغوا يعطي كل نفس كل السبورتس الخاصيه ان هم يختار ايش 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 يبني. وانا اي لايك التشينج هذا لانه برضه استراتيجيكال تشينج، ويعطي خيارات اكثر لكل الناس انها تلعب وتختار على حسب التيم كومبوزيشن اللي هي بتلعب فيه وعلى حسب الناس اللي قدامها. اللي سووه رخصوا او ما رخصوا سعره، ده توتال كوست زي ما هو، بس شالوا منه نفسه. ايه زادوا عليه ارمر وماجيك ريزيست، وشالوا منه الاورا حق الماجيك ريزيست، وشالوا منه ال 100% بيس هيلث، وشالوا منه اللي هو ال 200 هيلث اللي تاخذها في البدايه. طبعا هذه الايتم تنفعك في بدايه الجيم از رومينج جنجلر، از سوري از تانكي جنجلر واز سبورت، على اساس حتعطيك اميونيتي من اي احد يقدر يترك بدايه الجيم، حتعطيك بوست مره جامد ماجيك ريزيست وارمر، فممكن تاخذها في الحالات هذه. انه والله بالذات قدام الاساسنز الجداد يا شباب، الاساسنز من يوم ما حيسوي روم الكل بوتنشل حقه مره عالي، الايتم هذه تنفع عليهم اكثر من غيرهم. طبعا نفس الايتم اللي تبني اللي تنبني عن طريق منها اللي هي الايجز اوف ليجن، حتشوف اللوكت، اللوكت برضو غيروها بنفس الطريقه، نقصوا الجولد حقها، البيلد باث حقها كان صار ايجز اوف ليجن اللي هي الايتم نفسها هذه، ونال ماجيك زود الماجيك ريزيست من 20 ل 60، فصار فيها ماجيك ريزيست مو طبيعي، ما في اورا يا شباب ننسى ما في اورا نهائيا، زودوا عليها ارمر لك انت يعني يس هذه لك انت. طبعا وش شيلد، طبعا زودوا الشيلد زودوا الشيلد دي no longer gives nearby ally. لا والله زود عليه نفسه الاول صح نفسه الاول. والله انا كني شايف absorbs up to 35 زائد 35 per level، ماني فاكر هذه نفسها ولا تغيرت، بس في كل حالات انت تصير اميون ما تنقتل، ممكن تلعب يعني مره صعب تنقتل، بالذات انه ماجيك ريزيست عليها مره عاليه، يعني من 20 ماجيك ريزيست ل 60، و 60 اظن مره اوبي، اظن لازم يسووا لها نيرف بعدين ويغيروا فيها اي حاجه. طبعا هم سووها زي كذا عشان الجولد كوست حقها مره عالي، وشالوا منها الاورز، فقال لك احنا وي ونت تو ميك ات جولد افيشنت، فحنرفعها مبدئيا، بس اظن 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 لازم يجي لها نيرف مع مستقبلا، لانه كذا تفضل ما راح الذكر حقك ما راح يستفيد من لا اله الا الله الاورا، وهذا الشيء الاساسي والشيء الاهم اللي خلاك تاخذ الايتم هذا اساسا. مزبوط. اذا ما استفد منه يعني ليش ما اخذ؟ مزبوط. بس 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 التشينج حق الماستري، التشينج حق الماستري والهلب ان ذس الوت، عشان كذا اللي هو الماستري الجديد اللي تديك شو اسمه ولا الايتم ماستري ولا الايتم وشو الايتم ارد سنسر ماستري ولا ايتم تصدق نسيت الايتم اللي تحطها على اللي كل ما تضرب تهيل وكل ما هذه ماستري يس ماستري ماستري يس فهذا يس فهذه اظن والهلب لا معلش لا ماستري انا لخبطت بينه وبين ايتم ريدمشن بين الايتم ريدمشن مش ريدمشن الثانيه هذيك شكلها زي التاج. بكل حالات حنشوف ايش الانتراكشن حقها، واظن الماجيك ريزيست عليها اعلى من الـ من الـ من شو اسمه من التوتال من الـ من انها تكون جولد افيشنت. ايش يعني جولد افيشنت؟ هذا ديسكشن ثاني صراحه مو شوكته. فالمفروض انهم يقللوا الماجيك ريزيست شويه على اساس تصير جولد افيشنت. طبعا هي فيري جولد افيشنت رايت ناو، دحين تشتريها مره كويس عليك، بس ما تشتريها الا في حالات محدده لما انت تكون الفوكس وتبغى تنقتل. فصارت تنفع مره كثير على السكويشز، على جانا، على على سراكة. على نامي، على سراكا، ايوه يعني ما صارت بس تنبني على التانكس. اوكي بعد كده نتكلم على البانر اوف كوماند، وهذا العكس اللي سووه في اللوكيت اوف سولاري. البانر اوف كوماند مين كان دائما يشتريها؟ كان يشتروها سكويشيز، كان يشتروها عشان فيها الكودكس ولا مو؟ لا في شيء قبل عمر من ناحيه اللوكيت، انه قبل الجنجرز كانوا ياخذونه، لو ما اخذ السبورت ممكن انه السبورت الثاني عنه يجيب ايتم يحاول يساعد الديكاري حقه، ما زال ممكن ياخذها الجنجل حاليا دحين بطريقه مره كويسه، يعني يستفيد منها لو كان التيم اللي قدامك فيه له ماجيك ريزيست كثير يس يكون لكن not as much. هنا الكلام ما راح يكون يعني شيء مهم، بيكون situational مرة، يعني شيء مثلا ما عندك بديل له تاخذ الايتم هذا مثلا، يعني هذا ممكن انك تبدله بانشي تقدر زي كذا، لو انت ما تسوي بشيء رخيص ويجيب لك الايتم بسرعه زياده على كذا راح يعطيك ماجيك ريزيست كثير، زياده على كذا بيعطيك شيلد
ما تاخذه عشان عشان الشيلد يوتيليتي هو ما زالت تمشي. لكن اهم شيء ان الاورا ما راح ينفعك اذا جيت مظبوط. معليش ما راح ينفع الالايز حقينك. فمو هو يعني دائما قبل اذا السبورت ما اخذه ما اخذ اللوكيت على طول الجنجلر ياخذه. الحين لا مو شرط، لازم يفكر مرتين قبل ما ياخذ لان الاورا راح، يعني هو هذا الاهم. مظبوط. وطبعا لو في اثنين اخذوه زي اول ما تغير شيء، لو واحد استخدمه الاول الشيلد الثاني حيكون نص الايفكت حق الشيلد. بكل حالات بعد كده بانر اوف كوماند غيروها حبتين عشان يقدر اي احد ياخذها. اول ما كان ياخذها تقريبا بانر اوف كوماند طول الوقت الا اللي هم الاي بي سبورتس، برضو جانا نامي لولو هذول اللي يقدروا يستفيدوا منها. فغيروا البيلد باث حقها خلوها جلاشل شراود عشان التانكس ممكن ياخدوه ويستفيدوا منها في نفس الوقت. فتزود هيلث، تزود ارمر، وتديك نفس الفكره اللي كانت تديك اياها، تحطها على منين تصير المنين هذا يميون لماجيك دامج. بعد كده الشرينكينج فور بيدن ايدل كوست، هذه يبو سبورتس يوصلوا شويه اسرع للباور سبايك حقتهم، خفضوا السعر حق الفوربيدن ايدل ونقصوا الهيلو شيل باور. تشارلز اوف هارموني غيروا الباسيف عليها حبتين، الباسيف اول قالوا كانت معقده شويه، دحين لا خلاص انكريزز بيس مانا ريجن ناو الوس انكريزز بيس هيلث ريجن ات ذا سيم اماونت، برسنتج محدده المانا والهيلث نفس الاماونت يصير له زياده وانتهينا. طبعا خفضوا سعرها عشان يخلوها اسهل اكسسبل. بعد كده ضافونا الايتم الجديده اللي هي ريدمشن. ريدمشن هذه ايتم جديده، it is a fucked item ومخصوصه اكثر لطبعا الهيلينج. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمكن للاي بي سبورتس اكثر من التانكي سبورتس مره كثير، ولا مو عشان الفوربيدن ايدل بيلد بات حقها والكريستالين بريسر البيلد بات حقها لانه في له مانا سوري في له مانا ريجن، وفي ما في له اي بي. فوربيدن ايدل فيها اي بي صح ولا ما فيها؟ لا ما فيها لا مانا ريجن وهيلث ريجن ويعطيك كول داون بس غير. فوالله ممكن تنفع الكل بس يمكن تكون افضل على السكويشي سبورتس اكثر من السبورتس الثانيين. في كل حالات تزود الهيلث ريجن تعطيك هيلث زياده في الجيم، تديك كول داون ريدكشن 10% وتديك هيلن شيلد باور 10% زياده. فعشان كده قلنا تنفع على الناس اللي يسووا هيلز وشيلدز. يعني ممكن برضو نفكر في ليستر بس ما اظنها كويسه على ليستر زي ما هي كويسه على جانا وسراكا. طبعا الباسيف الاكتيف الجديده اللي الوسخه اللي فيها اللي هي بنقول مره او بي، هذه تروح على اريا كده وتحط الكيرسر حقك والاريا مره كبيره 5500 رينج حقها، وبعد ثانيتين ونص في تشانل، بعد ثانيتين ونص حيجي بيم اوف لايت، حيجي شيء من السماء كده نازل البيم حيهيل يس. طبعا اذا كان اللايت حيسوي لهم هيل بعد يس حيهيل اللايت حقتك حقونك ويسوي دامج على المنيا على الانيميز في نفس الوقت. الهيل 130 زائد 20 بير تارجتس ليفل، 20 بير تارجتس ليفل، يعني لو ليفلك 10 حيزيد 200 و130 330 هيل مو طبيعي، وفي نفس الوقت يسوي بيرن على انمي تشامبيون فور 10% اوف ماكسيمم هيلث از ترو دامج. الايتم هذا اظن في تانكس الرب يس اي احد رب يعني. راح يدمج شوف راح يدمج التانكس كثير، راح يعطيك هيلث ريجن، راح يعطيك مانا ريجن، يبغى يعطيك كول داون وحيهل المنيز يس الهيلث اليوم جينكس معي نامي ما راح ايتمات اي بي حتى سوالي الايتم وكلنا ليفل 18 750 اتش بي دود وطف الاطحه حقت سراكة ما سوت كذا تخيل انك تلعب سراكة تهيل التيم كله تغطي الايتم على نفسك وعلى اخوياك بعد تهيلهم زياده وترجع الاتش بي حقك تهيلهم مره ثانيه وتستعمل الاطحه حقتك تهيل مره ثانيه دود والله وطف. طبعا والمصيبه الاعظم انه وانت ميت تقدر تستخدمها، هذه المصيبه الاعظم. كان يوزد وايل يو ار ديد، انت مت اول واحد كفشوك تستنى حبتين تيم فايت تنزل امها في النص تفقد امها التيم. طبعا اظن هذه حتصير هذا باف فيري هيوج لكل الاي بي شو اسمه سبورتس وحنلاقيهم مره كثير يس كل اليوتيليتي سبورتس واظن حنشوف دريل داون ما حنشوف تانكي سبورتس كثير بسبه الايتم هذه.
بعد كده حنتكلم على الارد سنسر. التعديل بسيط, قالوا الجولد زي ما سووا في البدايه يبغوا الناس يقدر توصل للايتمز هذه اسرع حبتين, قالوا الجولد كوست حقها, نقصوا الهيلد شيل باور من 15 ل 10 عشان يصير جولد افيشنت, نقصوا الاتاكس, ازودوا الاتاك سبيد موديفاير حقها 20% بدل 15% عشان يبغوا الناس تبدا تشتريها, لانه الى اليوم انا ما حد يشتري هارد سنسر الا اذا كان والله كارما ميد ولا 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 لولو ميد ولا لولو, ما 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 اشوف احد سبورت ياخذها الا في حالات مره محدده, وخاصه لما يكون الاي دي سي, لما يكون الكومبوزيشن اللي هو بروتكت كاري كومبوزيشن, غير كذا ما بشوفها تنبني كثير. فهو يبغوا الناس تبدا تبنيها حبتين زياده. بعد كذا الميكايلز كروسبل اللي هو كلنا عارفينه اللي هو فك لك السي سي عن الشامبيون حق انا 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 اللي هو ايفر اللي تستخدمها عليه, قال لك نبغى نقويها شويه لانه ما احنا شايفين انها بتنشر كثير, ونبغى نغير البيلت باث حقها ونبغى نخليها كده برضو مخصوصه والكل يقدر يشتريها. فزودوا البيس مانا ريجن والهيلث ريجن, خلوها مو زودوه, خلوه نفس زي ما سووا في زي ما قلنا الايتم هذيك التشالس. وبعد كذا الكلينزز اول ستانز روستي بلا بلا سلايز سبا الايد نفس الشيء ما غيروها. كل اللي سووها فيها انه بعد ما سووا هذا الشيء جديد, بعد ما تسوي كلينز على واحد حيجي له 40% موفمنت سبيد, زي كانك استخدمت مو كيو اس اس الايتم الكامله, ايش اسمها هي الميركورال. ايوه الميركورال, بعد لما تستخدمها يجيك موفمنت سبيد بف. دحين لما الشامب لما الميكايل يستخدم السبورت عليك يجيك 40% موفمنت سبيد فور 2 سكندز and has no travel time. QSS for one second. Yep. بس مو بن سويد أكثر. Yep. هذا أقل بس مدة أطول. مدة أطول. بعد كذا الأثنز بس نفس التغيير اللي صارت في 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 زي ما قلنا التشالس على أساس الأبديت حق الأيتم. Just cheaper. Yeah. بعد كذا هذا الأيتمايزيشنز حقة التانكي سبورت شوية حبتين. هذه الأيتم الجديدة اللي هو اسمها نايتس باو. يا رب يا كريم. هيلث ايتم جديده تعطيك هيلث تعطيك ارمر, ديزيجنيتس ان لايت شامبيون از يور بارتنر, هذه تحدد شامبيون محدد هذا الشامبيون اللي ابغى يستفيد من الايتم زي الزيكي بالضبط. If your partner is nearby heal for 12% of the damage your partner deals to champions redirects 12% of damage your partner takes from champion to you as true damage. هذا I wanna share your pain, أنا أبغى أخذ يعني أنت ADC مثلاً, أنت ADC وجنبك support, السبورت حط الايتم هذا على ADC, ال ADC أي ضربة يسويها على آدمي قدامه حتهيل السبورت 12% من الدامج اللي أنت سويته, زي كأنه سبتر عنده هو بيضرب تقريباً, بس السبتر 12% نفس الشيء. وفي نفس الشيء لما السبورت زي الماستري شو اسمها بس بزبط, عشان كده انا برضو هي الماستري والايتم هذه دي والكونجكت يعني حيشتغلوا مع بعض بطريقه مره وحشه صراحه, انا ماني فاهم ايش اللي بيسووا. وفي نفس الوقت يس يس يور بارتنر تيكس فروم تشامبيون, اي دامج اخذه الاي دي سي السبورت حياخذ بدالي ترو دامج 12% من الدامج اللي بيجيني, يعني لو احد ضربني السبورت انضرب, لو انا ضربت احد السبورت يتحيل, فاهمين يا شباب؟ وطبعا يونيك باسيف ما تقدر تشتري اكثر من ايتم نفس الايتم. بعد كده فيس اوف ذا ماونتن, كل اللي سووه فيها زودوا يا دحين لما تسوي الشيلد حق الفيس اوف ذا ماونتن يجي عليك انت شيلد في نفس الوقت, يعني فلو سويت الشيلد على دي سي انا ودي بس انبه على شيء واحد, انه نايتس فو ممكن انه يطبق على سوراكا كاسكوشي سبورت. احنا تكلمنا عن انه كويس انا تانكي سبورت, لكن في سكوشي سبورت يستفيدوا منها كمثال سراكة مزبوط عشان عندها هيل مرة كثير يس يا فهي تهيل, انت راح تضرب الهيل اللي هي سوتها عليك راح يرجع لها, وبالتالي تقدر تهيلك يعني unlimited HP حرفيا. كان معها وارموغ بس ما معها وارموغ طريقة ثانية يعني, لكن يا يصلح لها بالحيل والاتم هذا. لكن مشكلته هي اني ما تقدر تاخذ الكيستون اللي لا اله الله اللي قلتها يا عمر وشي ماني فاكر الكيسون اللي تاخذ شوي من الدمج اللي يجي اللي قريب لمك لا لايحه اللي جنبك, فهي مهمة تقدر تاخذ الشيء هذا, تقدر تاخذ او تاخذ وينت سبيكر دايم, فوينت سبيكر مع هذا راح يفيد بشيء كبير. وزاد على كذا لا تنسى الريدمشن بعد, فالريدمشن راح يهيل حتى لو ما قدرت ترجع الاتش بي اني كنت ما قدرت تدمج الانمي, راح تقدر ترجع الاتش بي نفسها بنفسها عن طريق الريدمشن. شوف ايتم هذا مع الريدمشن السراكه سراكه از كان بي
الحين أظن حيسوي زي ما سووا في الهاكستيك ايتمز، حيربط الايتمز هذه مع بعض ما تقدر تستخدمها كلها مع بعض، لأنه دحين لو اشتريت الايتمز هذه كلها I don't know what the fuck will happen. فالمفروض يسوي لها linked passive ما تقدر تستخدمها كلها مع بعض، والله أعلم. ولا إيش رأيك؟ استخدمها كلها مع بعض كيف؟ يعني أخذت مثلا Nights Fall وأخذت Redemption حلو وأخذت هي Redemption في نفس الوقت، فRedemption حتسوي heal target an area to do a heal of whatever. ما they're not really linked with each other، بس الكمية الهيل اللي ممكن يصير يس مرة عالي، وتصير يصير عندك سستين لا نهائي برضو لو كان الشامبيون اللي بيضرب قدام. That's what I'm saying. صراحة it's gonna be fucking OP عشان نايت فو عشان تفصل الريدمشن مصخرة. Unlimited heal وهي ما تموت واللي معه ما يموت ما حد يموت كل العالم يعيش. طيب اللي بيسأل هذه يونيك باسيف، انت ما لو اشتريت الايتم مرتين ما تستفيد منها، بس لو شخصين اشتروا نفس الايتم yes you can use it، بس healing and damage reduction are reduced by 50 if you are ranged champion can only be linked to one vow at a time. مو اثنين يقدروا يسووا نفس اللينك، وفي نفس الوقت healing and damage reduction are reduced by 50 if you are ranged. Okay. إذا كان ranged حيكون الدامج أقل والhealing أقل 50%. بعد كده item efficiency pass نفس اللي بيسووا buff للsupports كلهم يعني، وهذه البفز كلها على الباس ايتمز اللي هو الاي اوف كوينز اي اوف اويسس والزيك والتلسمن والفروزن هارت كلها تو بوش عشان تخلي السبورتس وشويه من التانكس يقدروا يشتروا الايتمز هذه اسرع حبتين. بعد كده نسيب الشامبيونز عزوز ولا تبغى تمر عليهم بالسريع؟ الشامبيونز لا صعبه صراحه لانه معقدين كثير. يس نروح على الايتمز على طول يا شباب. الابسل سيبتر غيروا الاورا حقتها شويه، كانت اول reduces magic resist for nearby enemies by 20، دحين nearby enemies champion take 10% more magic damage زياده، يعني ما صار penetration صار magic damage زياده. طبعا يفرق ما دام magic damage زياده معناها كل ما تبني ماجيك ريزيست زياده كل ما انت مستفيد، او كان ماجيك بنتريشن كل ما تجي تبني ماجيك بنتريشن زياده هذا الايتم كانت تفيدك، والحين الايتم هذه ما عاد تنفع على ماجيك ريزيستنس يعني. هيكستيك ريدوسز ذا ماجيك ريزيست. بعد كده هيكستيك ريفولفر نيو باسيف دامج ريدوسد من 75 150 ل 50 125. الهيكستيك برو بيلت دامج هذا سوى له نيرف بسيط في بداية الجيم على أساس إنه آيتم صار وحش صراحة، كل التوب صار يبدو مرة بسرعة زي كانون وكذا، وهذا وبعدين شو اسمه وبعدين دقت باورد صراحة. هي مو على الدمج حق الآيتم، على الأكتف حقه، على المسافة اللي تقطعها، إن ما هدف منه مثلا على كينن إنه يقدر يقرب عشان يقدر يسوي الأرض حقه ويوصل الباك لاين، يعني جاب كلوزر تساعد إنه يقرب، يعني بغض النظر عن الدمج if it's useful or not يعني، والدمج اشوف انه ستيل قوي ما راح يفرق بس ضعف شوي it's fine، ستيل الاكتف موجوده ستيل الدمج موجود. بعد كده ننزل على الماستريز على طول حبتين. ماستريز نتكلم عن الفراستي تري، اول شيء سووه شالوا الدبل ايج من تير 2 حولوها لتير 4 يعني نزلوها تحت، وزادوا حاجه جديده بدالها اسمها فريش بلود. فريش بلود هذه تنفعك في بدايه الجيم. Your first basic attack against a champion deals an additional 10 damage زائد 1 per level. طبعا هذه تنفع للشامبيونز اللي هم بوك بيس شامبيونز و ايرلي بيس، يعني ممكن لو تقول لي كيت دريفن الشامبيونز هذول اللي يستفيدوا من الايرلي جيم بوست يقدر يستفيد، لان يصير لها فول يعني ليت جيم ما تصير الدامج حقها يعني ما يسوى قد كده صراحه. فهذه تعطيك بوست في الايرلي جيم اذا كان انت من الشامبيونز اللي يعتمدوا على ايرلي جيمز اكثر من شامبيونز ثانيين. ممكن برضو ابنيها على لوسيان، انا مين كان ابغى اتكلم بصوت عالي، ممكن الفريش بلاد تنفع حاليا على لوسيان والله اعلم. غير كذا تير 4 حطوا الدبل ايج سورد شالوه هناك، الباونتي هانتر خلوه هناك، صار الدبل ايج صار التير 4 ثلاثه حاجات، دبل ايج باونتي هانتر ولا باتل ترانس، وشالوا الاوبريسر. اول كانت التير 4 اثنين بس دحين صارت ثلاثه. الدبل ايج كلنا عارفينها بسوالها بف،
من 3-5% والانكريز دامج تيكن من 1.5-2.5. طبعا خلوها هاي ريسك هاي ريورد، يعني تزيد الدامج اللي تسويه وتزيد الدامج اللي يصير عليك. الباونتي هانتر نفس الشيء، سوى لها بف، زودوا الدامج بير يونيك كل عليها من 1% ل1.5، فصار الماكسيمم اند في نهايه الجيم حقك من 5% ل7.5% الدامج اللي ممكن تسويه. الباتل ترانس جيفز جين اب تو 5% انكريز دامج اوفر 5 سكندز وين يو ار وين ان كومبانت وذ انمي تشامبيونز. طبعا طبعا انت لازم تختار واحده من هذول يا شباب. ابغى العب دبل ايج عشان ابغى ام هاي ريسك هاي ريورد كايند اوف بلاير. ابغى العب باونتي هانتر عشان انا ابغى اوصل، ابغى العب ليد جيم كومبوزيشن ممكن، ابغى العب باتل ترانس اذا انا والله اوتو اتاك بيس تشامبيون والدامج حقي كونسيستنت ما هو بيرست واقدر اسوي ايش اللي هو لونج تيم فايتس. مزبوط عزوز؟ ممكن. هو بس انا بس بدي اعلق على الفيفر كيف تاثير على دي كيري. مزبوط، مو بس على دي كيري، حتى التوبلينر اللي يستفيدون منه زي مثلا نار وغيره. مشكلته الاستاكات تطول بالإلي جيم، يعني قبل كانت معقولة، يعني يبي يعطيك دمج كويس واستاكات قصيرة 8 استاكات وتجيب الماكس دمج من الفيفر باتل، عقبها تقدر تروح أولن. لكن الحين ما يمديك تسوي الشيء هذا، لان الدمج اللي بيعطيك اياه قليل ويبي لك فتره طويله لما تحاول تجيب الماكسيمم ستاكس. فالدي كاريز اللي يعتمدون على الفيفر انضرب كثير. طبعا بالميد وليت جيم ما راح يفرق، لانك بتسوي اوت ستاكس كثير راح يمديك تجيب الماكس ستاكس والماكس ستاكس والماكس دمج بسهوله. لكن المشكله انه بالالي جيم انضرب بشكل كبير. لكن المشكله انه يا ليدي كاري انت ما عندك خيار غيره، يا يعني انك تاخذ الفيفر باتل، يا يعني انك وش بتروح وار لورد، يعني وار لورد راح يعطيك اتش بي. يا بس دحين صار في ديستريكشن على لوشن. يعني على لوشن ما راح ينفعك، على شيء زي لوشن يعني كلاسفر اللي جيم ما راح ينفعك. لوشن لازم فابريو. ف يعني في تشامبيونز او معلش ليدي كاري قاعدين ينضرون اكثر من الماستريز وقاعدين يقوون الشامبيونز اللي ضدهم. نصيحة على حد يلعب ديكاري. طيب بعد كذا حنتكلم على الكانينج تري التير 4. زودوا فيها زي ما شفتوا، زي ما سووا في الفيروسيتي تير 4 دائما حصير 3 دحين. زودوا حاجة اسمها جرين فاذرز جيفت. Stepping into a branch causes your next damaging attack or ability to deal 3% of your target's current health as bonus magic damage. ما ادري هذه ما يستفيد، يعني اظن الناس الوحيدين اللي يستفيدوا منها هم الناس اللي يلعبوا الجرين فاذرز جيفت. الرومرز هم الوحيدين اللي ممكن يستفيدوا منها. لما تدخل برش يزيد الدامجينج ابيليتي حقتك الدامج. يا بالضبط. المشكله حتى لو بالروم انت ما راح تسوي فايت تاخذ البرش. يس ولا ما واحده بس لانه في 9 ثواني كول داون. ما ادري يعني هذا الوحيد اللي صراحه يا شباب ما عرفت اشوف لها ابلكيشن زي الناس اللي هذه. خلينا نشوف هذه الكونتر جنجل. انا اقول لك هذه ممكن اكثر شيء ممكن تصيد منها الكونتر جنجل. مثلا انت خازكس راح الجنجل حق الخصم تتخبى في الجنجل وتخش عليه تتخبى في البوش ممكن. بعدين اذا جاي ياخذ البوش تاخذ عليها الكل. فيمكن فور جنجلرز اتس بيتر ذان البقيه. بعد كذا تاير 4 تاير 5 ايش تاير 5 تاير 5 البريسيجن خلوا فيه غيروها بتير 5 إيه من شو اسمه ليثاليتي بس هي كانت ارمر بنتريشن خلوها ليثاليتيز والسلام. بعد كده الريزولف اخر واحده زادوا في تير 2 حاجه جديده اسمها سيج ماستر هيلبس يو سرفايف فوكال بلا بلا بلا. هذه حتخلي كميه التانكس تانكي بطريقه مره وحشه وبزياده جين 8 ارمر الماجيك ريزيست وين نير ان اللايت تورت. هذه احسها راح تفيد التوب لينرز اللي يديمون كثير يعني مثلا تشوف مثلا استراتيجيه انه ترسل التبيت الجنجل حق الخصم تروح يروح لما البوت تروح انت تسوي بلاي بالتوب ثيمان دايف على التوب لينر حتعدم التانكس بطريقه مره وحشه صراحه تخليهم فيري او بي. يعني لو راح تانك وبنالي هذه حيصير امبوسيبل تو كيل مستحيل امبوسيبل تو دايف not well, to kill. Yes, to die. So if they're sieging ولا في fight عند البارون وشيء كذا، كان ما راح يستفيد منها هذه. بعد شوف إنه هذه بس يعني الأساس لها إنه ما يديب التوب لينر التوب لين يبى اللي جيم. هذا شوف الفائدة الوحيدة لها. Yes, they want to help زي ما أنت قلت الناس اللي يديبوا إنهم والله reduce dive impact.
بعد كده الاكسترا ميتيجيشن في اضافه في تير 4 اضافه حاجه اسمها فيرنس جين 10 بونس ارمر اند ماجيك ريزيست بلس 2 فلات ارمر اند ماجيك ريزيست بير ليفل وين دامج باي ان انمي تشامبيون فور 2 سكندز. تانك ميتا يعني اي ام شور يعني ماني فاهم اساسن بف تانك بف اي دي سي نيرف اطلعوا برا يعني بالضبط يعني ما في مجال اجيب على الجرح يا عمر. يس بعد كده راحوا على الكيستون وشالوا سترينث اوف ذا ايجز وبدلوها بحاجه اسمها كارج اوف ذا كولوسس. كارج اوف ذا كولوسس هذه تنفع الناس كل الناس اللي يسووا استنات او يسووا هارت سي سي ان كان سبورتس ولا ان كان تانكس كل مره او جانجلرز او بروزرز حبتين زي ما انت قلت عزوز فاي ممكن ابليكابل عليها لانه اي احد يسوي هارت سي سي على طول يجي له الشيلد. الشيلد هذا 7% بلس 7% اوف ايتش اديشنال نير باي تشامبيون اوف يور ماكسيمم هيلث فور 4 سكندز. يعني لو انت جنبك 5 حيزيد 35% زائد 7% وهو 42% شيلد من هيلث. هيلثك 2000 ولا هيلثك 1000 حيزيد 450 ل 4 ثواني. ففايز زي ما انت قلت صراحه جدا ممتاز عليها بالذات لو تبغى تروح على الباك لاين تقدر دحين تروح وهي ما تشيلها تروح فول دامج وتديها كارج اوف ذا كولوسس وتديك دايب على الباك لاين ويجيها 1000 ويجيها 500 او 600 هيلث زياده فور 4 ثواني يديها شوي البيله اللي يحتاجه لين ما التيم حقها يوصل لها والله اعلم. طبعا تنفع على ليونا ليونا والبيد كان دايف دحين فيري ايزلي. اليستر نفس الشيء يصير مور تانكي بلايد اجينست اليستر وذ ذس هي ويل هي شوت يس. طيب بعد كده نتكلم